تاكلي موز وما بتكبي القشر، هيك بتكوني عم توفري على حالك كل 4 اشهر انك تعملي بوتوكس. كيف؟ قشر الموز بتقشريه وبتحطيه بقلب البلندر، بتزيدي عليه معلقتين نشا وملعقة عسل اصلي وملعقة زيت زيتون اصلي، وتحطيهم على النار ليغلوا. هلا بصير لونهم رمادي، رح تقرفي منهم شوي، بس هن كتير منيح وهن اللي رح يعطوكي هيدي النتيجة اللي انت ما حتتوقعيها. واكتبي لي بالكومنتس شو حتلاقي.